في ارتداد في البحر 40-30. والله البحر ضغطه ضغطة محترمة. الآن يرجع 40-30، 40-30 البحري. إيش سويت يا البحري؟ إيش سويت يا البحري؟ أنت إيش سويت؟ إيش سويت؟ رجعت من 25-70 بشمعة وتد أمس، واليوم ما شاء الله طالع. وين المطب حقك؟ أكيد 26-80، 27 من جديد. لكن شوفوا كيف ستبقى دائما متوسط 50، قريب 27-80، ومنطقة الفيبو 61-28 هي من أهم المقاومات الرئيسية كل ما قرب منها البحري. لكن الآن مع طلعة دي الراقب 26-80، إن عداها البحري كشف 27-20 مبدئي. هذول المستويات المكسورة الآن كم كدعوم انكسرت تحولت مقاومات لحظية. يبقى الدعم الأهم كما تلاحظون 25-70 على اليوم. أما الدعوم الأكثر استراتيجية زي ما أنتم عارفين، لا والله شوف الترند، مين لاعب في الترند هذا؟ لا تقول لي، لا تقول لي الترند قرب من الترند. إيش هذا؟ أوف، نحن أبو شيطانك، هذا كاسر الترند من قاع الموجة 18-46. يعني بس راجع تختبئ، غيرت نظرتي. والله حسبك ابن حلال وطيب وراجع من قاع قناة. يعني انت الان لو ما فلحت ترجع فوق الترند ورجعت طحت كسرت 25-70، حتجيب العيد، حتروح لل 24-40-38 فيبو، ولا وتدخلنا مره ثانيه في كلام ما له داعي. هيا شوفوا يا ملاك البحري، انتبهوا للكلام ده، انتبهوا انتبهوا انتبهوا. شفتوا المنظر ده؟ هذا منظر جدا بايخ، هذا منظر يضعف الثقه في صعود البحر. يعني أنا معناها الآن أعتبر أي اقتراب ل 27 و 26-80 اختبار لترند مكسور، ممكن يمشي عرضي، لكن لا تقبلون بعد هذا الفيلم بكسر 25-70، لأنه هذا حينزلكم عندنا ال 100 وعندنا ال 38. وهنا يعني بصراحة هذه يمكن الدعوم اللي ممكن الواحد يشوفها في الطريق يقول والله دعوم قوية بعد ضمن الإشارة السلبية هذه. لو كسر 25-70 هذا دور. تعرف إيش يعني لو لما نكسر 25-70؟ يعني كأنك أنت الآن خارج عن المسار، كأنك بتبني دور تاني، وكأننا ضمن نطاق نظرية 3-5-7 أبعاد الدور الثاني عند 23 ريال، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا تجرى على كسر الترند أول أمس، راح ضرب قاع القناة وحافظ عليها وراجع الآن يبغى يختبر. فلا ثقة في البحري ما لم يغلق فوق 27-20. هاي انتبهوا للكلام ده للمهتمين في سهم البحري، قالكم معجزة الآن. شوفوا عودة للإغلاق فوق 27-20 بعد الرجعة دي، وإلا ممكن تكون اختبار وبعدين يرجع يسقط. ولو سقط وكسر 25-70 هذا طريقكم الفني، والله أعلى وأعلم. مرة بياخة بياخة، ما كنت أتصور إنه يكسر هذا الترند البحري. العموم الله يجمل حاله، ما قصر، فك تعليقة الناس هنا ورتب أوراقه. أي انتبهوا، يعني ما نبغى كمان أحد يجي يتعلق مرة تانية ويفقد شيء كثير. بالعكس بعدين تعالوا استنوه تحت قريب 23 أو قريب 24، وبعدين هنا فكروا في عملية مناورة لعله يشكل هنا بعدها قاع صاعد لو مش الفيلم بهذه الطريقة السلمية.